اللي يحيى كان بيقوله طبعا يعني كان مفروض مقرر المباراة الأولى هتكون يوم 25 والمباراة الثانية هتكون يوم 28، ولكن الاتحاد المصري كان طلب من الكاف ان هو يأجل المباراة لمدة 24 ساعة، وبالفعل تم الموافقة على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وبكده هتبقى مباريات منتخبنا الوطني في المرحلة الأخيرة في التصفيات الأفريقية لمؤهلة لكأس العالم. مباراة الذهاب هتكون في مصر، هيستضيفها استاد القاهرة، إن شاء الله يكون وش السعد على منتخبنا الوطني يوم الجمعة يوم 25 مارس الساعة 7:30، ده موعد المباراة الأولى. المباراة الثانية اللي تأجلت من يوم 28 بقت يوم 29 مارس يوم الثلاث، هتكون في السنغال وموعدها هيكون الساعة 5 بإذن الله. كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تراجع عن بدء معسكر الفراعنة اللي كان مفروض محدد ليه يوم 10 مارس اللي جاي، استعدادا لمباراتي مصر والسنغال في كأس العالم أو في تصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهيخلي المعسكر الراجل هيوصل يوم 21 فبراير بإذن الله، هيضم المعسكر اللاعبين الدوليين طبعا بعيدا عن الأهلي والزمالك والبيراميدز، عندهم ارتباطات أو لاعبيهم عندهم ارتباطات بمباريات في البطولات الأفريقية. استقر كيروش إن هو ينطلق المعسكر يوم 21 مارس بإذن الله في موعده الطبيعي، هيكون قبل المباراة أو المباراة الأولى اللي هي يوم 25 بأربع أيام، ده الميعاد الأخير لمعسكر منتخبنا الوطني يوم 21 مارس. الراجل هيوصل القاهرة بعد الأجازة طبعا اللي حصل عليها الفترة اللي فاتت بعد أمم أفريقيا يوم 21 فبراير بإذن الله، وهيبتدي طبعا يحضر مباريات. عايزة أتكلم في نقطة يعني أخيرة، إن الراجل ممكن يضم عنصر أو اتنين جداد، الراجل جاي وجاي قبل ما يعمل المعسكر بشهر كامل، هيتابع كل المباريات وهيتابع تألق اللاعبين، وممكن يحتاج بعض اللاعبين يضمهم قبل مباراتي مصر والسنغال. كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله.